قبلة قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي قبلة قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها معجزة ربي يبقاها حرما يزخر بالآيات وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها معجزة ربي يبقاها حرما يزخر بالآيات كم قصة وبداية وبداية هنا ونبع هداية هداية لكل نور ذكرى وآية وحكاية كم قصة وبداية هنا ونبع هداية لكل نور ذكرى وآية وحكاية وآية وحكاية أبو الجميع الأمير الوالد الشيخ سعد رحمة الله عليه كان عنده آية يرددها دائما أثناء الاحتلال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. نرحب فيك الشيخة فادية سعد العبدالله أم صباح في برنامج آية وحكاية. شكرا على الدعوة والاستضافة حياك الله. الله يحفظك الساعة المباركة وكل عام وانت بخير مبارك على الشهر. أنت بصحة وسلامة إن شاء الله وعلى كل المؤمنين إن شاء الله آمين. آمين بإذن الله. أظن يعني كنت تسمعين هذه الآية دائما تتردد على مسامعك أثناء الاحتلال. إيه يعني هذه أقرب ذكرى لنا للوالد الله يرحمه بإذنه. طبعا في ذيك الأوقات طبعا كنا يعني إنسان ما يقول يائس لكن في قمة ال مو عارف المستقبل المعاناة يعني النفسية والتعب والضيقة ف كنا لما نكون معاه يعني طبعا نسأله احنا المرات القليله اللي شفناه فيها انشغاله في الامل فكنت كل ما احس انه يعني يبا والامور شلون هذا فكان دائما يقول لي ولا تحسب ان الله غافل عما يعمل الظالمون فكنت احس يعني هو يقولها لنا وهو مرتاح ومؤمن ان 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 الامور راح تنفرج ان شاء الله فلا تفكرون ف يعني زرع فينا هذا الشيء الحمد لله كان رحمة الله عليه متعلق بالله حتى أثناء هذا الظلم اللي وقع علينا كلنا كيف تتعامل أنت مع الظلم أم صباح؟ طبعا يعني الحمد لله احنا ربينا في بيئة يعني والله الحمد يعني شديد الارتباط في الله سبحانه نعم. سواء الوالد أو الوالدة اللي يحفظها فإحنا من الصغر يعني الوالدة حرصت أن نعرف شلون نقرأ القرآن تعرف نعم. وكانت يعني جابت لنا محفظة محفظة وعلمتنا كيف التلاوة نعم. طبعا أنا ما أجيد التلاوة يعني بالكامل لكن الله الحمد يعني قراءة القرآن ترى مهي سهلة نعم. كان عندك آية أظن كان عندك آية فأنا دائما ترددينها من ناحية الإنسان يعني دائما يتعرض في حياته في الظلم مهما الإنسان كانت يعني قدرته أو مرتبته أو هذا يبقى الأشياء اللي ممكن يتعرضها فحدثت لي حادثة يعني كنت في خارج الكويت وطبعا تم الاتصال فيني إنه جرت في بعض الأمور وحسيت وقتها يعني بقهر وإنه يعني في ظلم وقع علي فدغري يعني في الشيء اللي قمت صليت يعني والآية اللي قريتها ومن يتق الله يجعل له مخرجا
ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدره. وهي دائما أرددها، أي لحظة أحس فيها أن في ضيقة، في شيء في حياتي، تصلي الركعتين ترددينها الآية سبحان الله. وما طاف ثلاثة أيام شيخ إلا الأمر المنتهي، ولكن إنه صار شيء سبحان الله. فأنا مؤمنة أكيد أن الله سبحانه وتعالى إنسان لما يلجأ له بقلب صادق ودعاء يعني من قلبه بإيمان أن الشيء يعني راح يتحقق يتحقق سبحان الله. فسبحانه يعني أبداً ما عندي يعني أي ذرة شك في هذا الشيء يعني، والله الحمد سبحان الله. يعني الإنسان تتردد عليه مواقف كثيرة أكيد، ودائماً يربطها بالله عز وجل وبالآيات أكيد. يعني هناك مواقف كثيرة وحكايات كثيرة تقولينها لنا في برنامج آية وحكاية. يعني إذا بذكر شيء خاص هي. يمكن أنا يعني كامرأة أهمني يعني في عقد كان عندي وثمين يعني هي. وكان هدية وأعتز فيها إيه. فنقلنا من بيت إلى بيت إيه. وفقدته مع النقلة وفتشت دورت البيت كله، دورت مكان يعني أغراضي وأنا أحط تجوري ما لقيت شيء. فاتصلت في والدتي الله يعطيها الصحة والعافية، اتصلت في خواتي يعني جبت لكم إياه، صارت لنا مناسبة نسيته عندكم أبدا. فأنا في هذا فذكرت قد في واحدة من صديقاتي تقول لي أم صباح اقري هذه الآية يا بني، يعني قرأتي آية معينة آية عشان معينة وقريتها يعني بإيمان، إن قالت لي يعني الوالد إلا إذا من باق ما راح تلقينا. فالله الحمد نمت وأرددها يعني لقمت لصلاة الفجر دائما أرددها الآية. فنمت حلمت ان قمت من النوم وانا نايمه إيه؟ ان قمت من النوم ورحت لداري فتحت المكان ولقيت العلبه والعقد إيه؟ قمت من النوم لا اله الا الله وروح المكان نفسه وطبقت الحلم وكاني الحلم طبقته صج إيه؟ ولقيتها في العلبه قدامي سبحان الله. يعني ما ادري يمكن يوم دورت ما هذا لكن ما ادري شلون لقيت. يعني انت مدوره من قبل بهالمكان؟ مدوره من قبل إيه؟ ولا لقيت شيء إيه؟ فما أدري سبحان الله اللي فتح عيني، لكن شون يتني في الحلم هالبصيرة أن قومي يعني هالشكل وروح دوري هالمكان والقاه. اي نعم. فخلاص من يعني الآن يعني عندي إيمان مطلق أن الإنسان أي شيء في الدنيا يعني سبحان الله في من يسير الأمور سبحان فوق الله. قدرة أي إنسان مهما كان مهما سبحان عليه. الله طيب، يعني متى أم صباح بديتي تحفظين القرآن؟ يعني أنت ذكرتي عن المحفظة، متى كان يعني هذا الموضوع؟ والله أي سن؟ ما أدري إني حفظ القرآن كله إينا. لكن يعني ارتباطك بالقرآن متى بدأ؟ أكيد يعني بدأ من سن صغيرة يعني كانت الوالدة طبعاً إحنا ارتباط الأبناء مع الأم أكثر يعني اتصال الله حفظها. فكانت دائماً تحرص لأن وجدتي الله يرحمها يعني ربينا عندها بعد، فكانوا دائماً يحرصون على الصلاة مع أنه يعني احنا بداية الدراسة يمكن ما كانت بالكويت، لكن يعني الصيام. وين درستي من صباح؟ بأول حياتي في لبنان. اي نعم. بعدين جينا هنا الكويت طبعا لما بدأت الحرب الأهلية هناك والأوضاع صارت ما آمنة. رديتها. الأسباب أن كانت لبنان متفوقة يعني متطورة في العلم وكذا، نعم. كان الولد نعم. يحرص أن احنا نتلقى أحسن العلوم، بس هم كان حريص على أنه يكون معانا يعني من يسد هذا الجانب. والدتي كانت جدا حريصة يعني وجابت لنا المقرأة من سن صغيرة، فطريقة القراءة والوقفة والهذه يعني الحمد لله. وكان أيضا يعني عندك أم صباح اهتمام ومع بناتك الله يحفظهم في حتى القراءات، يعني أحيانا أذكر مرة اتصلتي فيني أم صباح على موضوع القراءات العشر. صح. كان سمعتي أنت قراءة أظن كانت برواية خلف عن حمزة. صح. صح. وكنت تستفسرين حتى عن صح، كانت تسأل لي بنتي أن كنا نسمع القرآن فقالت لي أظن سورة مريم أظنتي إيه. والله ما أذكر بالضبط سبحان إيه. الله علي إيه. تذكرتها إن في اختلاف في الحرف في طريقة هذا، فدغري قلت من أتصل فيه ما كل الشيخ الأفاسي، فاتصلت فيك وبسرعة جاوبت وقلت لي لا ترى
القراءة هاي مضبوطة والقراءة هاي مضبوطة وكل وكلهم من عند الله عز وجل حسب هذا. فدائما أنا أحرص يعني وأحب أسمع طبعا التلاوة حتى لما أقرأ القرآن أختار إنه يعني أحد المقرئين يعني يقرأها. ففي ناس تلاقيهم يعني تكون قراءتهم سريعة، في ناس لا يعني يتلون ببطء وهالشكل، وفي ناس يتلونها بطريقة في ناس يتلونها بطريقة، ونفس المقرأ تلقاه يقرأها هالشكل ويقرأها هالشكل. فيعني الإنسان لما يكون مطلع يعرف طبعا. والسؤال يعني أول مفاتيح العلم يعني، وبالنسبة للوالدة الله يحفظها يعني شنو الآيات أيضا اللي ترتبط فيها ومواقفها وحياتها؟ يعني مرتبطة في القرآن ككل، يعني حتى عندها قرآن، وهي كانت دائما حريصة، مو بس أنها هذا، كانت حريصة أن تقعد مع أهل العلم، وكانت يعني لها أبحاثها في الآيات. ويعني أتذكر لما كنا نروح الأمرة كانت كم مرة نلتقي بالشيخ الشعراوي، نعم رحمة الله، فيعني هذا العالم عالم يعني، نعم رحمة الله، أكيد رحمة الله عليه يعني. فأنا يعني أعتبر نفسي محظوظة جدا إن يعني قدرت أقعد معه مرتين أو ثلاث، كان يعني يشرح لنا الأشياء يعني عن الأحلام مثلا، شلون إن الروح ترتقي، إن هذا اللي أذكرها، إن الإنسان ممكن إذا حلمت في أشخاص متوفين مثلا ترى روح تزور البرزخ، وإن يعني تلتقي فيهم وهم على ما تشوفهم عليه. فكل ما أحلم مثلا في الوالد الله يرحمه أدري أن أنا الروح صح ممكن أن سبحان الله. وهذا سبحان الله موضوع الروح، ويسألونك عن الروح، والروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سبحان الله. وهذا ذكر يعني أيضا ابن القيم من الجوزية في موضوع التقاء الأرواح وكذا، وإحنا سعيدين بوجودك يوم صباح في برنامج آية وحكاية، وشرفتينا ونورتينا بهذه الحكايات الجميلة المؤثرة، وشكرا لك. شكرا على الدعوة. الله يسلمك ويحفظك. أنت بخير إن شاء الله. أنت بخير، صحة وسلامة، الله يحفظك. الله يسلمك. اذكروا الله وانسوا ما وجدتم من الهم، ذكره يا أحبة رشف نور ومغنم، فيه شهد مصفى فيه قطرات بلسم، يملأ الروح بردا وسلاما لتنعم. اذكروا الله وانسوا ما وجدتم من الهم، ذكره يا أحبة رشف نور ومغنم، فيه شهد مصفى فيه قطرات بلسم، يملأ الروح بردا وسلاما لتنعم. قبلة قلبي كعبة ربي، يممت لها شوق حياتي، بين صلاتي وتحياتي، هي في عيني هي في ذاتي، وأراها وأحب أراها، وأصبر نفسي للقاها، معجزة ربي يبقاها، حرما يزخر قصة وبداية هنا ونبع هدايا.